السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وصلنا لشلالات الوريط، راه معنا السي حمودة، هذا من أبناء المنطقة، أبناء تليمسان. هنايا المدخل تاع هاد المنطقة تاع الوريط اللي فيها الشلالات، راك تشوفوا معايا المناطق يعني خضراء طبيعة. هذه شلالة الوريط يقول لك من يعني من أعلى الشلالات في الجزائر، يعني ما شاء الله تحفة ربانية. واليوم رانا في شهر رمضان المبارك، يوم 23 من شهر رمضان. يا حمودة، اسمو العنوان الاخر اي خلي تفيلم. لا ما شاء الله ما شاء الله، هادو معالم تليمسان. وكأنك في آسيا ولا منطقة من هنا. سبحان الله، مناظر رائعة جدا. حمودة، عندك إيش معلومات على هذه المنطقة هذه؟ شلالة الوريط. هذه تسمى بالوريط، وعندها مصطلح آخر تسمى بالزرقاء، اللي هي وريط طريق عين نفزة، ولاية تليمسان. أيوه. حتى يكون يعني هذه معلم من المعالم تاع تليمسان. الشلالة هاي، الشلالة هاي كيفاش؟ الشلالة هاي بكات. اي الله يبارك، الله يبارك. هذا هو اللونسا. أنا جيت لها في 2018 هذه المنطقة هذي. اليوم جات فرصة ولينا هنايا. سبحان الله، الشلالة قبل قليل ما كانتش كاينة كي جينا. هي دروك راها بدات ما شاء الله. يعني منظر ولا اروع. الجماعه هذه الجزائر، تشوفوا الجمال تاع الجزائر. حتى لا نتغنى فقط بجمال الدول الاخرى، الجزائر رائعه جدا. نورمال.
ويفتح عليك. امين. والله تعجبكم هذه الفكره، انا قررت يعني كل مره ندير فيديو على منطقه من مناطق تلمسان، يعني حتى نتجول في تلمسان ثم نذهب الى امكنه اخرى. تلمسان يعني بها معالم سياحيه كبيره، وكما تعرفوا تلمسان عندها عده القاب، من بينها انها هي جوهره الغربي الجزائري. ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسوش الدعم بالاشتراك واللايك والمشاركه. شكرا لكم.